الوطن اللي بغينا. على جينا حتماني أسأل هادشي ماشي معقول. كن معكم سناء من أكادير. كنوجه خطاب مباشر لصاحب الجلالة. خطابنا لك يا سيدي، الله يعطيك الخير، رحنا نحتضر وبغينا غي جواب. راه المسؤولين ما كيجاوبوناش، الوزراء ما تيجاوبوناش، لا كتابيا ولا شفويا. البرلمانيين في سبات عامق. انا كنعرف البرلماني صوت عليه الشعب، خصني البرلمانيين دأكادير يكونوا هنا اليوم. ما كاين حتى شي واحد، يعني ما داعي للاحزاب، ما داعي للانتخابات. ها العرض ديال سيدي المغرب ولا مغرب ديال السينما. شنو هي السينما؟ كلشي سينما، المشاريع سينما، النضال ديالهم في حق الشعب سينما، لانكم كانوا هازين لينا الهم ما يخليوناش نموتوا بالجوع 8 شهور. لو كان باغيين الشعب ما يخليوش يموت بالجوع 8 شهور. حنا في جائحه وباء يا سيدي، وقفنا في الحجر الصحي، ما خرجنا وما خرجوا وليداتنا. ولكن ملي طلقتي الشواطئ وطلقتي المدارس وطلقتي المقاهي وطلقتي هاد الشيء، خصك تطلق هاد الناس ديال الاعراس والحفلات. علاش اسيدي هاد الناس ما يديروش الاعراس والحفلات؟ علاش القطاع السياحي عرفتيه هو اكبر قطاع غيتضرر وما غينتعش؟ علاش حال راه هذاك القطاع السياحي كنت لقتو ليه الاعراس والحفلات، راه السرباي غيخدم في العرس، طباخه بحالي غتخدم في العرس، المساعدين اللي كاينين في لي زوطيل غيخدموا. بعدا كاين قطاع اخر منعش. واش زعما ما كتجلسوش وديروا طابل غوند وديروا فيها واحد الاجتماع؟ شنو هو الحلول لهذا هذا المواطن اللي ما عنده دابا باش يخدم؟ الا ما كديروش هكاك ارحلوا ارحلوا، الا ما غتجلسش تلقى لي الحل ارحل. رئيس الحكومه، الوزاره، وزيره السياحه، الصناعه التقليديه، كلشي ارحلوا، ما كاين والو. خليونا سيدنا مع سيدنا، راه داز تجربه وعشنا بدون برلمان، بدون برلمانيين، بدون احزاب، حنا والملك عشنا بخير. خليونا الله يرحم الوالدين، صافي عينا ما بغيناش. واش غتفرض عليا كمواطن انتمي انا لشي حزب ولا شي برلماني؟ مازال لا لا، لان الاغتصاب، النصب، السرقه ابشع الجرائم، ابشع ما يكون، وزيد عليها ابشعهم هو انك تحقر مواطن جاي واقف وكيقول لك عافاك المسؤول نرحم له كل والدينا السي عثماني، ما كتعطيه حتى جواب كتابي. اش من حق زعما مشغول عندك اسيدي الديوان ديالك ما يفوق شحال من عدد ديال العامل يكتب ويخرج لينا جواب. المراسلات ماراطونيه داروا هاد الناس وبلي بروف بلي زاكوزي، فين هو الجواب ديالهم؟ ما كاينش جواب. حنا ما بقيناش غنديروا الحفلات والعرس. ايوا راه هذاك الجواب راه كتقول ليه موت انت وولادك والاسره ديالك والناس اللي خدامين معاك وطز فيك يا المواطن. ولهذا اليوم كنقولوا خاصنا نوقفوا وقفه رجل واحد، المغاربه كاملين، مواطنين كاملين، لا للاحزاب لا للوزاره، اللي ما خدام يدخل يتحاسب، اللي ما دار خدمته المحكمه الاداريه يتحاسب. وبغينا نشوفوا مسؤولين في السجون، لان كاينين مسؤولين، انا لا اعمم، ولكن كاينين مسؤولين مجرمين خصهم يدخلوا السجن. ما حد ما كيدخل غير الدرويش للسجن، والسجن عامرين غير بالدراوش، واللي لاباس عليه ما كيتحاسبش لان ما عندناش فصل اللي كيربط المحاسبه بالمسؤوليه. وراه اش غنقولوا؟ راه غنقولوا ان السياسه في ذمه الله، والديمقراطيه في ذمه الله، والشفافيه والمقاربه التشاركيه غير كلمات الخشب، ما كاين والو. فين هو مقاربة النوع ولا مقاربة تشاركية؟ فين هذا الشيء اللي كانوا يصحون به؟ ما كاينش كورونا عرات على كل شيء. أخي الصحفي شكرا أنكم أنتم الجسم الوحيد اللي مازال كيوصل الصوت ديال الشعب. ولهذا حنا كنوصلوا صوتنا دابا لسيدنا وكنتسناو الخطاب ديال غدا الجمعة، يبشرنا بالخطاب ديالو ويقول لنا أشنو غنديروا. حنا إما وفروا لنا عيش كريم ولا طلقوا لنا الحدود نخرجوا. ملي هاد البلاد ما غاديش تضمن لي كرامتي انا ما غنعيش فيها. انا كنهضر على راسي، البلاد اللي ما غتضمنش لي كرامتي حيتاش انا دابا صبرت، ولادي ما غيصبروش، ولاد واحد اخر ما غيصبروش. واش غتكبر في مجتمع ما عندك كرامه؟ كتدخل غير المقاطعه ما عندك كرامه، تمشي غير الاداره يدبزوك، اي اداره عموميه، لان ما عندوش الفكر ديال ان المواطن له كرامه وخصو يتحترم وانه اخو المسلم. هادشي ما كاينش في بلادنا، راه بزاف تحقرنا، تحقرنا لاقصى الحدود. هاد الناس راه كلهم جايين واقفين هنا، كاين اللي ما مغديش وجاي، ما عنده كاع باش يتعشى دابا وجاي. واش كتسنى منه؟ كاين حسن من ولادك؟ واش هاد الوزير حسن من ولادك؟
واش هذا البرلمان يحس من ولادك؟ ما كاينش ما يحس من ولادنا ومن الكرامه ديالنا، ولهذا كنقول لكم ارحلوا، لانكم ما درتوا والو في هذه كورونا وما وفرتوش لنا العيش الكريم وما كيهمناش الزواق والتصاور ديال التلفزه. صافي، شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.